مجلس الدولة بالقاهرة عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورشة العمل الخامسة تحت عنوان دور القضاء الإداري في حماية البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في حضور وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد. وجود دول عربية معنا للنظر في هذه القضية وكيفية التعاضد فيما بينهم تعميق المجهود، لأن بدون نفاذ القانون وبدون ما نحن نغير الفكر ونبتدي نرتبط بما يتم من مستجدات دولية، أعتقد هيبقى صعب أن احنا نتقدم في مسارات التنمية أو حتى أن احنا يبقى في استدامة في هذه المسارات. وجاءنا قادة الورشة انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التي تواجه حماية البيئة على المستويين الوطني والدولي. لا شك أن حق الإنسان في بيئة نظيفة أضحى من الحقوق الأساسية التي تتساوى في أهميتها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية، مثل الحق في الحرية والحق في المساواة. وتعد قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلوث وتحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة. شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا والقضاة العرب وقضاة من مجلس الدولة الفرنسي والإيطالي. القضاء الإداري بطبيعة الحال هو الحارس لهذه الحقوق، والحارس والحامي لمشروعية القرارات التي تصدر بشأن البيئة، ويمكن ده دوره في تنظيم وإنفاذ القوانين المتعلقة بالبيئة وحق المواطن في بيئة نظيفة وملائمة. وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات تستهدف تأهيل القضاء العاملين في مجال تطبيق قوانين البيئة، وكذلك التطوير المستمر للقانون البيئي، كما طالبت بتسهيل الوصول إلى العدالة لفض نزاعات والدفاع عن الحقوق البيئية، وأوصت بضرورة تعليم القانون البيئي وإصدار منشورات علمية لتعميم ونشر الاتجاهات القانونية البيئية الحديثة. ويمثل هذا اللقاء فرصة للعاملين في حقل القضاء الإداري العربي لتبادل خبرات مع نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بقضايا البيئة التي باتت تمثل مشاكلها خطرا وتحديا كبيرا يهدد العالم بالفناء، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالتنمية المستدامة باعتبار أن الحق في بيئة آمنة يعادل الحق في حياة آمنة. من مجلس الدولة، محمود العزالي، التلفزيون المصري.